الفنانة الجميلة رانيا منصور، أهلا بيكي على شاشة الشرقية. أهلا بيكي، مرسي. كلمينا النهاردة عن حضورك افتتاح معرض باب الروح للدكتور أحمد فريد. والله هو أحمد أصلاً إحنا أصحاب يعني، وهو عزمني على المعرض، وأنا بحب الرسم طبعاً جداً، بس مش قوي، مش بفهم في الفن التشكيلي قوي، بس قلت أجي أخد فكرة. قولنا في علاقة بتربط بين الفن التمثيلي وفن التشكيل. هو يمكن مش الفن التشكيلي يعني، هو رسم لو هترسمي بورتري أو كده، يمكن ده أكتر قريب من التمثيل، لأن التمثيل بتبقى فيها محاكاة لأشخاص عايشين في الواقع، فيمكن الرسم البورتري بيبقى أقرب شوية للتمثيل. بما إن اللوك بتاعك النهاردة جامع مجموعة من ألوان زي اللوح بالظبط، قولنا باختراه زي مين اختار لك، مين مصمم؟ هو تصميم نورهان منصور أختي، وأنا اخترته لأنه حسيته مختلف وحسيته شوية مناسب للمكان.